برضو من ضمن الامور الغريبه واللي لازم اقف عندها وناشد الجماهير اولا كقائد للاعبين بوضع استقرار الفريق كاولويه خلال الفتره القادمه. هو بعد اذنك كده معلش يا كابتن شريف، يعني هو الكلام اللي حضرتك كاتبه ده كاتبه امتى؟ ده من اقل من 24 ساعه، من 24 ساعه بالظبط تقريبا. فانت بتناشد ايه في وقت انت بتكتب فيه ايه؟ بانهي منطق وبانهي عقل؟ هل ده كابتن النادي الاهلي اللي بيحافظ على استقراره وعلى استقرار الفريق وبيتكلم على امور ما ينفعش ان هو يتكلم فيها بتوقيت زي ده؟ انا مستغرب بصراحه موقف شريف اكرام. التوقيتات دايما في اعلانه عن مواقفه بتبقى توقيتات انا بستنتج منها الانتقام من النادي الاهلي، وانا هاجي لكم في النقطه دي بعد كده. فبيقول لك بناشد الجماهير. جماهير ايه اللي بتناشدها يا كابتن شريف؟ ها جمهور الاهلي ده، جمهور الاهلي ده اللي دعمك ووقف جنبك لما مستر مارتن يول قال عليك انك لا تصلح للنادي الاهلي. فاكرين التصريح ده؟ مارتن يول طلع لما كان مدير فني للنادي الاهلي بعد اخطائك الكبيره جدا اللي ارتكبتها سواء في بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا وكلفت النادي الاهلي البطوله الافريقيه، وطلع قال لك ايه؟ قال لك لا يا جماعه انا بصراحه، والراجل كان يعني صريح في التوقيت ده، قال لك شريف اكرامي لا يصلح لنادي كبير زي النادي الاهلي. ده كان تصريح لهولندي مستر مارتن يول المدير الفني في التوقيت ده للنادي الاهلي. ايه اللي حصل من جمهور الاهلي ساعتها؟ اللي انت مستغرب كلامهم واللي انت مستغرب ان هم حاطينك في جمله مفيده، وقفوا جنبك ودعموك وفضلوا في ظهرك بعد التصريح ده لحد ما ابتديت تستعيد مستواك وابتديت تبقى مؤثر مع الفريق وابتديت تبقى اساسي لحد ما جيش الناوي تألق وخد المكان منك. فجمهور ايه اللي بتتكلم عليه وجمهور ايه اللي بتناشده يا كابتن شريف؟ مع احترامي لشخصك والشخص اي واحد احنا بنتكلم عنه، لكن احنا هنا يا جماعه بنحط النقاط على الحروف. لازم نوضح لجمهور النادي الاهلي في حقيقه، مش هنفضل ساكتين بصراحه، يعني مش هنفضل ساكتين لما حد يتكلم بطريقه او بكلام غير حقيقي وغير واقعي وفاكر ان اللي بيسمعه ده ما عندوش قدر كافي من الذكاء. لا يبقى غلط، يبقى لازم نرد، لازم نتكلم. انت مش واخد بالك يا كابتن شريف ان، ومعلومه بقى المفروض عندك، يعني معلومه زي دي المفروض عندك، ان من اربع خمس ايام كان رمضان صبحي بيصور اعلان لشركه من شركات الراعي للنادي الاهلي، والمبلغ معروف جدا للجميع دلوقتي. رمضان صبحي خد كام في الاعلان ده؟ هو رمضان صبحي لما خد الفلوس دي او المبلغ ده كان ليه؟ علشان هو لاعب في النادي الاهلي، عشان هو رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي بخلاف امكانياته بخلاف مهاراته اللي انتوا عارفين كويس قوي رايي فيها. لكن في المقابل لما بيظهر رمضان صبحي في التلفزيون كلاعب للنادي الاهلي، هل المقابل المادي اللي بياخده هو نفس المقابل المادي اللي ممكن ياخده هو لاعب لاي نادي اخر ايا كان اسمه؟ لا طبعا. فدي كلها امور تبين لك وتعرفك كويس جدا يا كابتن شريف ويا كل من يتحدث بهذه الطريقه عن النادي الاهلي، دي كلها امور تبين لك قيمه النادي الاهلي وتبين لك قد ايه جمهور النادي الاهلي واعي وعنده قدر من الاحساس والذكاء اللي يقدر يقرا بيه تصريحات بعض من انتموا للنادي الاهلي فتره من الفترات. اللي ناسيه كمان كابتن شريف اكرامي ان هو كابتن لحد دلوقتي في النادي الاهلي. اللي ناسيه كابتن شريف اكرامي ان احنا عندنا بطوله دوري ابطال افريقيا. انت المفروض مكمل الموسم مع النادي. يعني المفروض ان انت ما تتكلمش في وقت زي ده خالص. يا سيدي لما تروح اي نادي تاني ربنا يوفقك اتكلم وقول براحتك. لكن الواضح ان انت بتنتقم من عدم تجديد النادي الاهلي لعقدك. انا عمري ما شفت حد عايز يكسب كل حاجه في الدنيا، عايز يكسب فلوس من خلال نادي جديد فلوس كويسه، عايز يحافظ على علاقته بالاهلي وجمهوره عشان يبقى كادر في النادي الاهلي. محدش يا جماعه بيكسب كل حاجه، في حاجات بتضحي بيها عشان تكسب حاجات تانية. لكن خلاص كلامك كله خسرك حاجات كتير جدا للاسف. فبالتالي احنا الفتره الجايه دي جزئيه خلاص انا علقت عليها ومش هتكلم فيها تاني، بس انا كان لازم اوضح للناس. احنا الفتره الجايه هنركز مع الفريق، هنقوم بالدور اللي لازم يقوم بيه كابتن النادي الاهلي. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا.